يلا زاد الراتب بشركم. القوة الثانية الآن عند الجمهور يشوفونها ويصورون الشاشة، يصورون الشاشة عشان يشوفوا القوة الثانية، عشان بعدين ما يقول إنكم أنتوا حطيتوا فلان مع ستوب. أو كم كمي وين علي؟ طيب من يطلع بداله يا شباب؟ القوة الثانية علي خرج 24 ساعة عند ظرف، نقول الله يوفق اللي بيطلع بكاله. أحمد سعود في منظم مرة هذه ولا ما في؟ الله أعلم. كيف تشوف درجاتك؟ الله لا لا بس مجرد توقع. لأن اللي صار منظم الأسبوع اللي فات ستوب أكيد إنه زادت وقت راح وافتك من بعض الأشكال وحلت ودي على أحباء. يلا 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 أفا 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 يعني دائما والناس قاعد يقولون يا رب يصير مع بعض. على فكرة المبادرة اللي سويتها مرة جميلة. أنا مرة جميلة مرة 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 جميلة. كثر كثر طبعا كلكم مبادراتكم حلوة، بس المشكلة إنه أنا جاء حظي إني أشوف مبادرة سعد اليوم. لا حقيقتي هو سارقها مني. هلا والله الحمد لله. هلا يبوا هلا حجي منور اليوم وش هالزين وجودك طال عمرك. نوقف لا سبحان الله. منصور بالعاده اللي يطلع مكانه يجي هو منصور مكانه، هو كان عنده احساس انه بيطلع. اوكي حليت لك. لا بنروح يا طول عمرك، لا بنروح القريه المنتجع كذا صح. انا ما قلت يا ام الايام لكن يشرفني كذا صح. انا ما اخطيت انا صح؟ ما تخطي ابد. الله يرفع قدرك. نتوكل على الله مع احمد. اول سؤال للامانه الجوله الاولى فيها نوع من الصعوبه. بنقول السؤال الاول، اين تقع مدينه بوردو؟ بوردو عينك عند الساعه لو سمحت. نهدى يا سعد لو سمحت، خليك معي هنا او هنا. بوردو 30 ثانيه. خيارات كشف خيارات. هل هي في المانيا ولا في سويسرا ولا في فرنسا؟ عيونك هنا لو سمحت عشان ما تخصم عليك. بس بيخصم عليك ترى. فرنسا ثبت. ايه اجابه صحيحه فرنسا. يعطيك العافيه. طيب نتفق على حاجه يا شباب، لما تناظر يمين او يسار الكنترول بيخصم عليك، مو انا اللي بخصم عليك. تمام زي ما صار مع واحد من الشباب الاسبوع اللي فات. الله يستر عليه. وممكن يلغى السؤال كلنا. مو بلك هذا الكلام لاي واحد ممكن يلغى السؤال في حال انك جبت الاجابه من ورا. طيب سؤال عند حبيبنا سعد الكلثم، يقول يحدث المد والجزر بحسب حركة. حاول تناظر بحسب حركة. شوف أنا إن شاء الله أني متأكد من الإجابة، لكن ودي أكشف خيارات. بس أني ها عطني اللي تبي بس. وخر أحمد شوي. وخر يا أحمد. سام خالي بحسب حركة الرياح. حسب حركة الرياح. أكيد الإجابة خاطئة. أنت كنت أتكلم عنها ويا من كنا يا شباب؟ القمر والشمس يا سعد. أحيانا واحد شوف أحيانا واحد يجازف طلبهم في 400 لكن 200 برضو حلوة. طيب ناخذ القوة الثانية لأحمد سعود. أول شيء علي الكلثمي عفوا، خل ورونا صورته. لا 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 الوقت حان وحلت ودي على حبا. خلاص كلها ثابت. أجل حقة أحمد سعود كلها ثابت. مو يخلون شو اسمه. استنى 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 شوف الناس اللي غادرة الله يستر عليهم. ومن لهم منا أسماء آيات التحايا والتمنيات أن الله يوفقهم إن شاء الله. يا رب يا رب. والجمهور ما مقصر معهم. تركي عطونا صورة علي. الحين بيكون قوة ثانية لأحمد ولا لعلي؟ لا لا لأحمد لأحمد. سوري لعلي عفوا. علي طالع صورة. ايه اوكي خلاص خلاص طلعت. يعني اللي بيطلع هنا هو مع علي. ايه عاد في احد بختار بعدين يسوي ذيبي بختار احمد بن سعود. يعني انا عاد الحين اختار حق احمد سعود. بيطلع اللي بيطلع علي بس اللي بيطلع علي. عطونا صورة علي لو سمحتوا يا. الله طيب ايش رايك يا احمد؟ ايش رايك؟ لو الحين نخلي صورتك ثابته اوكي وتختار انت القوه الثانيه حقتك. حلو. واذا طلعت انت بنحط على الكلمه. ايش رايك؟ انت انت مقتنع؟ اي تمام تمام خلاص تمام. توكل على الله. يا ناس والله احب البسيط المتسامح المتعاون. لك مني اقول تخيل. يعطيك العافيه. عشان افكر بس. تفكر بسبيكر؟ اي ايش نظامك انت؟ اختار يلا. صدق والله صدق. تفكر بسبيكر؟ اعطوه سبيكر، اعطوه صدى، اعطوه اللي يبي. الوقت. يا الغبن. خمسة. رقم خمسة. نحاول نستعجل ترى وقتنا مرة. خمسة. اختار رقم خمسة يا كنترول. بيكون معه. مبروك يا أحمد مبروك. إيش الستايل ذا؟ إيش الجنتلة اللي أنت فيها ذي يا محمد؟
اعطونا رقم 5 يا اخوان. الايميل عشان الهواء قوي اليوم فتاخر ال قاعد يتحمل قاعد يتحمل يحمل ايه لودنج شو اسمه شكله حمد اي شكله من قوه رقم 5 ارحب يا صالح الله حيه سعاده المنظم ما قدرت ابدا اللي انت موجود بس انك تاخرت طال عمرك الله 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 وايش في عوق هاللون والله شكله مره قوي صالح قحطاني اعطوني 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 سبحان الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ايش نحفر ان شاء الله شاب نحفر قبر سوا ما شباب ضحكته ما شاء الله انا سعيد بالفرحه هذه اعطونا سعد الكلثم اعطونا سعد الكلثم نعطيها 21 اختر سعد لو سمحت بسرعه شوي تشكر ارتغل اعطينا اول شيء اعزي وليد على مفارقته لي يا لطيف عاد والله الجمهور طالبكم مره ثانيه والله انا قاعد يلا سعد تكفى سعد بسرعه بقيت يا سعد تكفى رقم تخيل الجمعه بعض اختار وليد الشمر قصدي رقم 9 رقم 9 فواز الشمري الله يستر رقم 9 فواز الشمري نشوف مع مبادرة سعد اليوم الجميلة من بيكون وليد. معه في القوة الثانية وليد. رقم 9 يلا فواز نهدى يا اخوان بس يا منصور لو سمحت والله واضح انه الله يستر منه يلا يا اخوان يلا عبد المجيد البنكر قم يا اخي قم قوة ثانية قوة ثانية بعد التاتشة سبحان الله بطبق سبحان الله بعد موضوع الجوالات والتهاوش اللي صار طبعا طبيعية ترى تصير طبيعية جدا تصير قوة ثانية أسبوع هذا نبغى نشوف شغل حريق يا أخوان نبغى كل اللي صار أسبوع اللي فات ينعكس هذا الأسبوع اللاحم حمد اللاحم سؤالك يقول نهدى يا وليد نهدى وليد عند حمد اللاحم يقول السؤال من أول من ابتكر فن المقامات في الأدب العربي خليك هني طلع الليبي أبو الأسود الدؤلي بديع الزمان الهمذاني عبد القادر الجرجاني خليك هني بيطلعون الخيارات طلبها هو أبو الأسود الدؤلي أو بديع الزمان الهمذاني أو عبد القادر الجرجاني والله هذا مر علي أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي إجابة خاطئ للأسف 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 بديع الزمان بديع الزمان الهمذاني سأل ب200 عوافي معوض خير إن شاء الله طيب نشوف القوة الثانية مع حمد اللاحم 15 أنت رقمك كم 6 واختار رقم 15 نشوف من راح يكون قوة حمد من الكويت الكويت الحبيبة الكويت الشقيقة ممثل الكويت بعد أبو جاسم الله يذكره بالخير رقم 15 اختار رقم تركي صح أبو جاسم كان؟ اي كان معانا هلا الله يا رجل انا والله سعيد جدا بالفرحه هذه الحمد لله لا لا يا رب ما طلعت عوافي جميله جميله الحياه سلامات سلامات صحه هذه لعيونك يا ابو خالد ايش الفرحه هذه يا اخي الله يديم افراحكم يا رب سؤال عند الاب الروحي السؤال يقول من هي الصحابية التي لقبت بالرميصاء؟ هنا يا حمد لو سمحت لا لا ما انت ناقص بروحي 200 خصم منظم ترى ما بعلك كيفك تهدر ايوه لا تهدر واجد 15 ثانية هات خيارات خيارات هل هي رملة بنت أبي سفيان جويرية بنت الحارث أم أم سليم بنت ملحان أصواتك فون يا عبد الله أم سليم أم سليم ثبت مبروك 200 ألف مبروك يا منصور ألف مبروك منصور طبعا زي ما شفنا قوة الثانية كانت أحمد سعود وعلى حزت علي بطلع